صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. أتمنى أن تكونوا بألف خير. هيا بنا أحباء الصغار مع الرزنامة. اليوم هو الخميس، التاريخ السابع، الشهر كانون الثاني، سنة 2021. والآن أحبائي الصغار، أمس كان الأربعاء، اليوم هو الخميس، غدا سيكون الجمعة. كيف هو الطقس اليوم؟ لننظر إلى الخارج. كيف هو الطقس اليوم؟ مشمس، غائم، ممطر. أخبروني. في أي فصل نحن الآن؟ نحن الآن في فصل الشتاء. أحسنت يا فاطمة، نحن الآن في فصل الشتاء، فصل البرد والرعد والثلج. أحضروا الحقيبة، هيا ندرس.